يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكراً، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيداً في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال: ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول: إذن كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل. سهل لكن من يبكر؟ سهل لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وتركوك قائما، قل ما عند الله خير، من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. لهذا قال العلماء: إذا قام الخطيب، أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني، إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة، البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول: وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل، القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون، ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة. من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيح آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم، أبناءكم، نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة، يستعد المسلمون ليوم الجمعة، إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.